الاخ ماهر بيعمل ايه بقى؟ بيعمل تدنية. تدنية؟ او تقويس للسباطة. او تقويس للسباطة. يعني بيخف البلح اللي فيها؟ ممكن يخف البلح شوية. وممكن هو كده بيدنيها، يعني بيقربها للنخل. بيدني. طب انت ممكن تكلمنا؟ انا هو ممكن يكلمنا؟ ماهر. ممكن تكلمنا تقول لنا اللي بتعمله ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة الأربعاء موافق 29/6/2022. النخل زي ما انتم شايفين طارح، بس فيه كثافة في البلح، ودي بتأثر على الثمر في النضوج، فعشان كده بيعمل له النهارده يا باشمهندس بنعمل عمليه تقويس او تدنيه. تدنيه يعني ايه؟ بندني السباطه جنب. خليك بقى معايا هنا كده. بتعملوا ايه؟ بنعمل عمليه تقويس. اللي هي او تدنيه. التدنيه ديت لو السباطه محمله كتير برضه ممكن يخف منها بلح شويه، عشان البلح هتكبر شويه. وفي نفس الوقت تساعد الجمع. الحياني له طريقه جمع لوحدها. يعني دي بلح حياني. دي حياني. بتطلع سعد الجمع مرتين ثلاثة حية وحظة. يعني اللي بيعمله دلوقتي أنا شايف بيكسر حاجة. بيكسر جريدة بقى مع شوية. وبعد ما يكسرها؟ يشيلها يرميها. يرميها. ملهاش لازمة فوق. لا ملهاش لازمة. طيب الأخ اسمه إيه؟ ماهر. الأخ ماهر بيعمل إيه بقى؟ بيعمل تدنية. تدنية؟ أو تقويس للسباطة. أو تقويس للسباطة. يعني بيخف ال ايه مقصود بالتقويس يعني؟ يعني ما هو الناس اللي هتشوف مش عارفه يعني ايه تقويس نخل. يعني بتقرب السباطه للنخل عشان تعرف الجميع ده في محل. بالنسبه للحيان. انا شايف انت وقعت كتير اهو. موقع كتير اهو، بلح كتير اهو. ده بتقرب السباطه لجسم النخله. من الاخر عشان لما تيجي تجمعها. عشان لما تيجي تجمعها. تعرف تتحكم في السباطه من تحت. توقع البلح الرطب. ايوه. هو ده المقصود بايه؟ بالتقويس. وده التقويس للحياني بس. تمام. لازم يتعمل كده. كل اللي فوق ده، اللي فوق الجريد فوق ده بينزل تحت في الجناب. الله ينور. احنا عندنا حصان ان شاء الله داخل بقى بكره 1/7 دوت. البلح الحياني دوت على اخر 8 ان شاء الله بيكون استوى. شوف هو بيخف ازاي، وانا عايزه يخف كمان اكتر ما يتخفش. خف وما تخفش يا حاج. خد بالك البلح هتكبر وتاخد حجمها الطبيعي. يعني كل ما ينزل. ينزل اللي بيترمي ده. ما يضرش. لا ما يضرش. يفيد البلح. يفيد البلح. البلح هتكبر. كويس. وبعدين برضو احنا بيعمل كده بس تسهيل لعمليه الجمع. يعني ده بيسهل ده تسهيل للجمع. يعني اللي هو بينزله ده بيبعد الجريد عنه عشان تنزل. بس هو بيكسرها شويه. بيدنيها، بيقربها بيقربها. ما بتكسرش يعني. لا بتكسر. لو هي ناشفه. بشرخها من فوق شرخ صغير من ظهر السباطه من هنا. عشان تنزل معاك. لكن لو هي طريه. مفيش داعي ان انا اجرحها. ايوه. تمام. الله ينور. خبير بقى، خبير. الله ينور. كل حاجه بقى فيها خبره برضه. الحاج كام سنه معانا اهوت. يا ربنا راجل، ربنا يبارك له في صحته وفي عافيته. اللهم امين. اللهم امين. مش كل النخل بتعمل كده. لا. يعني اللي هنا دي بتعمل فيها ايه؟ دي سماني. اللي هي الصفرة دي. ما ينفعش فيها. بس دي تتخف شويه. نعم. تتخف شويه عادي؟ ممكن يخفها. ممكن يخفها. بس هتشوف دلوقتي عملية تانية، عملية رفع السباطة ديت بشوبك هنوريهولك. بحيث يشيل السباطة شوية. طيب عشان ما تتكسرش. عشان ما تتكسرش. تمام.
خلاص لما يجي يطلع النخله الثانيه دي نبقى إن شاء الله. نكمل معاك. والنخله اللي هناك ديت الكبيره قوي ديت الكبيره دي اه شغلول برضه ما بتتعملش فيها حاجه. ما يتعملش فيها حاجه. ماشي يا ريس. عندنا الثماني والحياني دولت على اخر 8 بنجبع منهم بلح. اه. الزغلول دي على نص 9. نص 9. اه. اه وانا في مطروح. يكون انت في مطروح. ودي النخلة الثانية بعد ما خلصها وعملها دي اسمها تبنية يعني بينزل البلح على النخلة عشان لما يطلع يجمعها انما دي ما بيحصلهاش كده دي بيقويها عشان ما تتكسرش هنشوفها بعد كده لما يظبطها لتحت معانا الحاج ماهر اهو بيقول لنا على الشجرة دي النخلة دي ثماني هنطلع على الثمانية هنشوف لو في صباطة هتقع اه هنعمل لها شعبة تسندها اه لان هو ما بيتقوش لو في صباطة طويلة هنخفها اه بالمقص كده وهنعمل عملية خف طيب ماشي يعني انت هتحمل لها من فوق ان شاء الله طيب هنشوف دول ايه دولت اه دول بيحمل بيهم هيحمل بيهم هنشوف طيب وطبعا ده الحاجة اللي بيطلع بيها اه ربنا يعينك هنشوف كده وهو طالع ولحد ما يبدا يشتغل طبعا هو طالع دلوقتي النخله قول لي بقى ده ايه دبور ها دبور حلو ده بياكل منها لا فيش دبور حلو نكون النحل بتاعنا بيتسلى عليها لا دي عصفور بقى ها دي عصفور ده اللي بياكل منه كده هو كده فوق النخل بيخف اهو البلح بيحذف منه كتير لانه كل ما يكون محمله من فوق ممكن تتكسر وهو بيشيلها كمان عشان تتحمل سحب قطع من الخشب كده الغب وهيبدأ يرفع بها تعال حاجة واحدة طويلة أطول؟ أه التانية دي أطول يا أستاذ عبد اللي واقفة دي أطول ودي النخلة الثانية بعد ما خلصها وعملها دي اسمها تبنية يعني بينزل البلح على النخلة عشان لما يطلع يجمعها انما دي ما بيحصلهاش كده دي بيقويها عشان ما تتكسرش هنشوفها بعد كده لما يظبطها لتحت يرفع الصباير بيها اهو وبترسها في النخلة كده بعملها سنادة يعني ليها عشان ما تتكسرش لو كانت دي واحدة واللي فوقها واحدة دي في صباطة ودي صباطة ابعدهم عن بعضهم حتى ما يحملوش على بعض هو بيقطع منها اهو شويه بيضعفها شويه بيقلل نحل البلح علشان هيتقل وتتكسر مع بعض
شايفين البلح اللي بنزله، بلحات كبيره اهي.